انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM احلى راديو. العشرة و17 دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب واصلين حتى للحداش متاع الليل. كل التحية لكم متابعينا وين ما كنتوا في المتابعة. الناس اللي التحقت بينا توا نذكروكم بطرحنا لليوم في كلام القلب الجزء الأول هو إما يكون قلب مفتوح كلمنا احكيلنا حكاية تحب تحكيها لنا اليوم في كلام القلب، بما أنه جينا شهر راحة في رمضان من كلام القلب وش يجي كلام رمضان فمانيش باش نسمعوا حكايات، فشنو الحكاية اللي تحب تحكيها لنا في كلام القلب؟ سينو الجزء الثاني هاتف مفتوح واللي هو تكلمنا ما نعرف عليك حتى شيء، فقط المعدة تعرف عليك معلومات باش نعرفوا كمان الراديو يعرف شكون متعدي معاه، أما أنا والمستمعين والمخرج ما نعرفوش شكون متعدي ونحاول نطلعوك أنت شكون أنت شتعمل أنت شنية حالتك العاطفية. نسمعوك هذا الكل على الرقم 31 380 ألف. يلا حاضر معنا تليفون زيد مخرج. ألو عسلامة. ألو عسلامة. هاتف مفتوح ولا قلب مفتوح؟ هاتف مفتوح يعني ما قلقش يعني نقول على النوت ثانية والفلوس والعقابة كيا. لحظة انت تحبنا نطلعوك شكون ولا بش تحكي لنا حكاية؟ لا مثلا نورمال نحكي حكاية مش انت... تحكي حكاية مش طلعوني. انت عزيز انت؟ لا محمد علي. محمد علي انتو مش في بالكم بيه اللي عديتوا هنا، في بالكم بيه هاتف مفتوح ولا قلب مفتوح؟ قولولي مثالش قولولي انتو مش في بالكم بيه، في بالكم بيه محمد عزيز انت؟ قلت لها محمد علي يمكن سمعتش بلك دي. محمد علي. أي. انت 30 سنة. اي. من 31 مارس منار. من المنار بيه. اش تعمل في الدنيا؟ خدمت في البيزير سوسيتي متاع جارديناش. سوسيتي متاع جارديناش. شنو الحكاية اللي اخترت باش تحكيها لنا وقت اللي احنا قلنا احكي لنا اش تحب اليوم؟ ولا دخلت في غولاسيون الحقيقة. اي لازم تكون خارج منا. حبيت ناخذ نصيحتك من عندك انت من تفضل مرحبا سامعين. اي دوري 3:30 عرفت طفله. اي عشت معها نسواغ دم كما لعبت من الاول يعني الحقيقه طفله باساجي كانت في حياتي من بعد لين حبيتها. عرفت طفله باساجي لين حبيتها. يعني ما فقدت الطعم من الاول لين يعني طاوت العلاقة حبينا بعضنا وقعنا بعضنا تعشرنا في البداية وفي الخايب حبينا بعضنا فهمت باي مدة قديش قتلي؟ 3:30 بدكتما 3:30 وانتم مع بعضكم؟ مع بعضنا. وقبل ما توليوا مع بعضكم قديش دامت الفترة انك تتبع وتغزر وتحكي وفهم شيء؟ والله أشهر من الأول ومن بعد ارتحت لها. انت هي بنت ناس ما كانتش معايا خايبه كانت باية معايا جاب شيء مشاكل وقفت معايا كطفله فانت ومن بعد جاب مشاكل هي تبع حكايات كذبت علي في حاجات ونتبع فيها فانت 3:30 ثم وفات الحكايه هذه وفات عاود ترجعت لي متى ذي علاش وفات الساعه؟ وفات خاطر انا مش نكذبش عليك تبعتي تعيبه برشا هيبا شك برشا انا وحميت مشكلك على الاخر على الاخر فهمت واول ما عرفتها كذبت عليها في حاجه ومن بعد سمحت عليها قلت لها مفيد ما عادش تكذب عندك غيره هوسيه صحيح تنجم تقول تنجم تقول حاسس ما قالوا لي يعني الناس بيرفير نارسيسيك وتم التاكد من هذا ما مشيتش للطبيب انا مش با كونت كنمشي للطبيب اما ما مشيتش أول مرة واحد يقول لي على روحه منحرف نرجسي. هذا إيش قالوا لي؟ فهمت. تبنيت هالفكرة؟ بنيتها عشان ساعات يقولوا لنا حاجات وما فما اللي نتمناه وفما اللي ما تبنيهمش. كان أنا مريض مرض يعني ما فيهوش عيب نجم واحد نبي عليه. أنت تبنيت هالفكرة؟ تبنيتها. خمسة نمشي للطبيب إن شاء الله. تبنيتها لأنه أكثر من حد قالها؟ قال لي اكثر من حد واحد قال لي كل عام سكيزوفرين ما جاتنيش يعني ما تبنيتهاش ما دخلتش مخي عندي صاحبي مرتاح له قال لي ما تحكمش للطبيب و يعني ذاك منحرف نرجسي وما سمعتش نصيحته انت
سمعتها اما طبيب ما زلت ما مشيتلوش ما زلت خاطر جيت في كونتر طبيب يعطيني دويات باش نقلبش عليك. مش بالضروره مش لي بسي الكل، فما اللي يعطي دواء فما اللي يسمع ويعمل لك دي تيست من غير دويات. هذاك علاش مش خايف، خايف من الدويات. باهي ان توكا ما فهمش طبيب راه باش يجبرك في الاخير على دويات. هذاك علاش اما يمكن نلقى الحل في الدويات غير ما ناخذش الدويات. فهمت انت كنت معاها الطفلة هذه ديما توري في روحك وتقزم فيها؟ اي هذه من صفات المنحرف النرجسي. اي صحيحة. من الأول لأنه نعرف راح قدام الناس الحاجات اللي أنت ما تنجمش تعملهم أما هي تعملهم يوتروك؟ ما تقدرش توضح لي شو سؤالك، كنت تنجم تعاوني كيفاش؟ تقدرش توضح لي سؤالك ما فهمتكش. هو من صفات المنحرف النرجسي إنه الحاجات اللي ما يعرفش هو يعملهم لا أما الآخرين يعملوهم دي ما يحاول يدمرهم. لا 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 كاكا لا 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 لفات ذيك مصرك ليش لفات ذيك مصرك ليش لا لا كي تغلط نعقد يعني سبا شوية نطيح لها قدرها حاشيك حاشا قدر اللي يسمع فينا فهمت هكا ما مش انت معك ريقلو بعنف لفظي عنف لفظي عنف لفظي نجح حد كلام نمسها في الصميم كما نقولوا فيها. انت من الناس اللي يحتاج برشا كلام حلو اطراء من الاخرين اكثر من اللازم؟ لا 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 اما ما نحب واحد كلام حلو نحب اما ما نسحقوش يعني لي شيء. انت انسان يهتم بمشاعر الاخر؟ بيان سور. كي واحد يجي يحكي لك تسمعه ولا تنفره؟ بيان سور نسمعه نعاونه وننصحه بس ساعات نعاون مثلا بتنفصل لك حكايه بس ساعات هي تو ننصحها حتى مسحها نخدم مخي في نصيحه ننصحها من قلبي اما من طول مخي يخدم فهمت خاطر ما حبش نسمعك حابك تتعرف علي بكدا وتنصحني تعاوني خاطر ما حبش تعاوني يعني حتى انه نسبق يتاف القديم بعد نعاود نرجعوا لسويه هذوما هي ثلاثه ونص بعد عرفت شكون باهي الغيره عندك على الاخر الحسد عندك لا ما نحسدش الغيرة ما حاجة كراية بالغيرة تعتقد انه اللي من حولك حاسدينك ويحقدوا عليك عندك؟ لا جملة تجاهل مشاعر الاخرين وعدم التعاطف معهم عندك؟ لا بالعكس نسخف على ناس الكل حتى واحد الشارع نسخف عليه نحن من عندي وناتي بتعرف نعاون ناس بشي ونضر انا في حتى في خدمتي كوبري على ناس ونضر انا حتى على زاجهم تحكي انا مثلا فهمت كوبري عليهم و وانا ونتضر انا في خدمتي بايت ما دفع في خدمتي حكيت نعمل في الناس اما ساعات خدت روحي دخلانيا في مخي ما نعاونش نعاون لله اما المخ ديما عندي الخبز خبز خدت في مخي كيفاش عاود لي هذي؟ انا نعاون الناس اوكي من قلب قلبي زاد انا فرحان تتصدق للناس نعمل يعني فلوسك نصدق لهم كيفاش تقول تتعاون؟ شو معناه تعاون الناس؟ نعاونهم فلوس ديجيست نعاون في حاجات اما بس ساعات نعاون نخدم مخي شو معناه؟ نعاون من قلبي اما المخ ديما يخدم ديما نحس الخبز يخدم الكلمه فيها يخدم في شنية نتاع هاني نقيد في هاني نسجل في حسنات الروحي يعني لا 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 هاني نقيد عليهم زي هاهم زيتي سابقه هاهم حكيت كيما كان فما فما ناس مش برشا كعب وكعبتين نعملهم زي باش نخدم مخي باش نربحهم تحتي عندك هذي قليل هذي 1% اما 99% نعمل بحق من قلبي والله من قلبي شكون النوعيه اللي كتعاونها تبدا تخدم في وقت تقول ليها وعامل عليها زي مثلا ليكت نتاعي هذي اللي انا رجعت نحكي معها مازال ما جاش بعد رجعت نحكي معها اي فهمت بعاونت عليها مات الاخر تاع تخدم مخ فهمت تخدم مخ لغايه شنو؟
مثلا هي خاطر كي بعدنا على بعضنا تو دان كو في مطاك 24 كونتيتور عرفت في الاخر كي تعرفنا جات من نبدا قعدت تتقسم كونتاي كومبليتمون بدل البيس بدل كل شيء ورجعنا نحكيو كي رجعنا نحكيو قعدت معاهم فيها باش نخدم مخي باش نبعدها عليه الناس حكايه زعمك اصحاب حكايه كيما كان المفروض باش نبعدها عليه وهل اي هذه مهمه وهل انت تحب تبعدها عليه على خاطر تستمتع بشقاء الاخرين ولا على خاطرك انت تحبها وما تحبش تمشي لغيرك؟ انا نحبها ما نحبش تمشي لغيري مهم ومامتو نحبها تبعد عليه بار بيك اللي في الهواء في هواء تمشي لعب داخل امور يعني يقولوا 70% تحبها و30% ماكش سعيده معايا ما تسعدش جمله في حياتك لا 50% حب 25% على خاطر في ذاك كي نقولوا غير منه مش كي نقولوا غير منه 25% خاطر ماشي باش تكمل مع فرحانه وفيك اللي بابا كامل مع فرحانه فما برشا يقول لك فما برشا يقول لك اسعد لسعاده من احب انا متاكد ان انت مستحيل كان تسعد لسعاده صحيح. من احب مستحيل فما شكون يقول لك كي نراها فرحانه مع غيري نفرح لها مستحيل انت تكون هكا مستحيل 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 جيني افكار في مخي حاجه هكا يا ادري وكي برشا اي قول 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 على خاطر جيني افكار في مخي كي غدرتني قعدت نغزل عليه سي فان كرويابل حاجه جيني حكيت دي سيناريو في مخي حاجه لطف حاجه لطف انا عاد كلمتك خاطر سمعت الطفل كان قبلك في السيناريو نتاع يخرج قلت له شنو انا ما نفذش يجوني في مخي ما نعملهمش اما كي قبل ما نقعد نقعد واحد يسارح نقول اعمل نعمل لك انا نعمل لك نقول لك انا فهمت حتى جيني حسيت انه كان ولي ايغو حاجه كيما كاش نعمل فهمت عرفت حكيت ديبي لما اما ديما نتخايل في مخي كيما نكون نعيش في اللحظه في مخي باش نبرد شويه كي سمعوا كي سمعوا برشا حاجات هالحاجات كي سمعوا برشا ناس هالحاجات اللي فيك قالوا لك انت منحرف نرجسي اي اما انا حكيت لهم ما قلتهمش شكون يعني في ما اللي خايفه في مخي ما قلتهمش اما تصرفاتي المنحرف النرجسي الذي المنحرف النرجسي اللي يحب الاطراء والكلام الحلو اكثر من اللازم اللي يحب يعلي من نفسه لكن في المقابل يقزم الاخرين من الصفات هذه انت عندك منها هذيك عمل داخلي تعلي من نفسك وتقزم الاخرين كان وصلت هيك نعملها في الكومنتات في الكومنتات قالوا لك حتى طارق اكاكا مستحيل يفرح كان شاف اماني مع غير اماني اللي انا نحبه لطف ما تسمع فيه ماكش اماني تنصحني بون عندي هذه لكن ما راهيش من صفات المنحرف انه نفرح لها مع غيري خاطر ما نجمش نفرح لها مع غيري وانا انا نحبها انا حبيتها لنفسي ما حبيتهاش للناس فهمت فهذه بوتيتر انا ما راهيش منحرف هذه ولا ولا مع بعضنا عندك الحق عندك الحق تراه الكومنتير هذا يشملك ولا رحمه قالت طارق كان يراه حد مع اماني يتهور ونليو في حل وربط انت زاد هكاك انا وصلت المحاملات ما نكتم هكاك وصلت اكثر مش حل وربط حل ما يربطش ولا كيش يقولوا فيه يعني حاجه انا كنت وصلت عملت حاجه بقراءه فهمت وصلت الحقيقه ضربتها فهمت شو بكبش عليك وصلت ضربتها وصلت ضربتها الحمد لله ضربتها وهي صاحبتك يعني هي صاحبتي وبعد وقفت الضرب وقفت الضرب خفت تكذب علي وقفت الضرب على خاطرك على خاطرك خفت لتشكي بيك لا لا جملة تيك ما خافش بالله كي كانت معاك كي كانت معاك كنت مسكر عليها علاقاتها الكل مع البقية وتحبها كان موجودة معك انت حتى ما وصلت خاطر شريتها بتثبيت ما مصغى بالنسبة لي انا حمد علي فهمتك سيء حمد لله كيف فهمتني ركزوا لك مع نقطة العنف علاش تضرب فيها؟ نعم غلطة ونحيتها نحيتها نحيتها أما شنو وصلك تضربها؟ أكثر من مرة من الأول شهيتها بحاجة كذا
شهدتها تحكي، انا كنت معها رجله، شهدتها تحكي مع اولاد، ومره عامله بيس من ورايا، مره فلاش ليا، تقعدني بعد عليها نمشي ونخليها، عطيتها ضربتها، عطيتها تريحه. والمشكله مشكله ضرب براس. من بعد سلسلت الضرب، ضرب مبرح، ضرب مبرح مبرح في الشارع؟ لا لا في الدار. ماكش انت اللي يعرضونا في السونتر فيل ساعات يبدا يضرب؟ لا لا ذاك مبرح، مبرح هذا انا نبرح، نبرح مبرح، انا نبرح كفوف، هذاك هو المبرح. فهمت شنو انت؟ مبرح خفيفة؟ مبرح خفيف سما، وزعما كفوف كفوف، فما كف من كف. وهل في المبرح، وهل في المبرح فما خفيف، وهل في العنف فما خفيف؟ ما فماش خفيف، انا في كونتر، انا تعرف نتصار بها حكايه، قالت الحمد لله نحيتها. كي نرجعوا كي نرجعوا للفار، العنف هو عنف بيان سور، وسامحني على الكلمه، من حسن ماشي الجولية كان راح يضرب طفله، اما هذه سي بون. معناها بعد ما ضربتها حسيت بقله رجوله في نفسك؟ اي شنو خاطر الطفله ما تضربش، شنو ماهر حاجه غامضه على الاخر زاده يقلب عليك، يقول لك مهما جرات مهما عملت الطفله تمش تخليها ضرب حكي شهرة. يصنف الرجل، يصنف الرجل الذي يعنف المراه بقليل الرجوله، انت حسيت بهذا بعد ما ضربتها؟ لا ما حسيتوش، ما حاجه نعرفها وتاكدت منها، وكان عملها حاسه ما يتسنت لسنة من الكلمه ذيك، فهمت حاجه نعاودها، خاطر المراه ما تضربش، مصيبة تضرب المراه مهما كانت، مهما عملت، بالنسبه لي انا مهما عملت ما يضرب حد. واحد يغلط اي اوكي، حتى الراجل ما يضربش معناه. اوكي احنا ما نبروش العنف، اما النجم واحد يدافع على نفسه وتربح حاجه، فهمت؟ المراه ما ينجمش تضرب، فهمت؟ مهما كان راجل قاعد اقوى من المراه، الراجل نجم يدافع على روحه، المراه مهما كانت تقوي ما تنجمش تدافع على روحها، فهمت؟ حاجه غلطه على الاخر، ننصح اللي يسمعوا فيها، اللي كان واحد يعمل حكايه دوما راهي غلطه كبيره برشا 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 برشا، وما تصلحش المراه كل ما تضربها ما تصلحش، زيد تغلط، حط في قلبها زيد تغلط. فما كومنتير ايجابي تقول تقوى. اول خطوه للانسان باش يتصلح انه يعترف باخطائه. بيان سور انت معترف بكل شيء. اي فقط مخر انا. لكنك سنين وشويه، لكنك فقت متاخرا. بعد مراحل حب هي عملت فيا زاد، عملت معايا الغالي، قلت كذا تعملت فاب غلطات كبار على الاخر. انها تحكي مع غيرك؟ تحكي مع غيري، عامله كونت فيسبوك بس تلقاش لقيتها وتعش ليا. بالك يا محمد علي خنقتها، سكنتها، كرهتها في الحياه، لين وليت تحب تعمل حاجات اخرين. صحيح هكاكه هباء منثورة، راهي ما تعمل بهم في شيء، ما هكاكه ما القلق ما الخنق. حاسه تصريحاتها هي بيان سور، قالت لي على خاطر خنقتني وخاطر طيحت لي قدي وضربتني، ومن تو قالت لي خاطر يمكن تضيع لي في وقتي مش معرف. قالت لي ماكش حاسك، فهمت؟ قالت لي انا قاتل الحب نعرف. محمد علي حبيتها ولا حبيت تتملكها؟ انا حسب ما نشوف حبيتها، والعلم عند الله ما نعرفش حبيتها. انا ما نكذبش عليك خويا طارق، انا خاطر انا دارنا ما مش قادرين على 100%، فهمت؟ باش نزيد نكون معاكم واضحين الناس الكل، احنا دارنا انتيماتيات مش ماتيات مش ماديات. احنا يعني انا امي اسلم الكابون، امي من دار عائله كبيره وواشه في الكابون، وطفله من الريف ما يناسبوش يا جماعه الريف، لكن العائله الكبيره عنفت الريف في الاخر. اي باش نكون واضحه معكم، هذاك عاد ايزيتي ما بين دارنا وامي وما بينها هي، ونمحتل فيها ونحبها ونقعد معاك ونعرف من طول محتل، قعدت تكاكلي وماشي هيك وانت تشوف، انا نضرب وتشوفي نضرب، فهمت؟ حكيت كيما كا فهمت، لي مشاكل كبار لين تو داكو ما باكي كي عرفتني انا تحت شريت معها ريجلو مع عشان نضرب ريجلو مع وعطيت فيها كونفونس 100%. يعني محمد علي بيان سور، محمد علي عنفت نساء قدامك وانت صغير؟ يعني با الله يرحمه ولا حاجه؟ با الله يرحمه، خالك عمك خوك؟ لا لا جمله جمله، ما عندناش شيء هذايا في العائله، كان انا بارامور انت العظمه الحار، ما في شيء هذايا جمله. انت الراس الاولانية، انا الراس الاولانية، كتسمع لوالدك تسمع الحكايات هذوما تمشي تعاود لها هي، انت تعمل لي عركه على الاخر امي
تبقى تحن عليها تقول لها مره جايه اعمل لك حاجه يجاني يجاني وبعد نمشي شكي بيه فهمت خاطري تخاف منهم خاطر امي كما نقولوا موظفه كانتري تيام موظفه الحمد لله. طفولة محمد علي طفولة محمد علي ممتعة؟ الوالدة الله يرحمه كان فيها معي برشا يعنفك؟ تعلقت علق يعنفك يعنفك ولا اي حاجة نتكلم دي لك ما اي حاجة نعملها حتى بنال ولا فهمت فاس حتى مزيت ما نحكيش حتى اخوي تعيته طف نيجي ما يفهمش الموضوع جي طف كبر يعني ما يخممش برشا ويعنفك مبرح خفيف كيما نتاعك ولا مبرح مبرح كيما نقولوا احنا كلو تريحة انا ساعات مبرح مبرح عندي ديتراس في يديا ديتراس عادت نطفو بها الشيشة هذيك تبدا المشاوكة حديدة نحط بها كي نطفو بها الشيشة شنو طف في يدي يعني ديتراس كي وانا صغير ابني بها قعدولك ولا تنحى؟ لا لا توا قاعدين ديما راهم ديما راهم نقول لهم هذه راهم يطالع أما جولي أما نورمال مسياج كنت نقول في المنطقه صغير أما كان يضرب عندك خواتك بنات؟ لا أنا طفل وحيد أنت وحيد العائلة؟ آه استفرت الولادة يعني استفرت بالترايح وحدك؟ لازم تقول الوالدة كانت تحامي عليك ما تضربك بيان سور علاقتك بوالدتك غريبة شوية من قبيلة نسمع فيها شباب تسمعك كي تضرب الطفلة دونك تحكي لها كل شيء انا ولد امي نحكي لها كل شيء اوكي خاطر ما تنفعني كان امي وعائلتي واخواتي فهمت خواتي قلت لي ما عنديش خوات عاد خواتي بنات قلت كانت الطفل الوحيد خواتي بنات اي هذاك اش سالتك انا عندك خواتك بنات؟ هاي سالتك وجاوبتك ابارامو ما عادش كان صح قداش عندك خوات بنات؟ ثلاثة هالبنات هذوما كلا ومكتب ربي من عند الوالد ولا لا جملة ما خدمة على انت ما سمعت مخبيك قلت لك هما يقولوا با وجي ديريك ما غير يفهم السوجي شنو هي هما يقولوا با وجي فيك انت صحيتك ما جات تخمام زاد يعني فما نساء كانوا يتسبوا في تريحتك اي لا ما جبوا ما عرفش يعني ما معقد نسامح كي هذيك نضرب ليه جملة جملة انا بطبيعتي ما مخشاش برشا حتى مع اولاد في الواحد نعمل ما نحب شكون يهضم لي حقي نقعد نغزل واحد هضم لي حقي نقعد راني نغزل انا بساعات تجالي حكيت عاد عند عمي ولا مسنتي يا خويا طارق عملت لي حاجه خايبه وما ما رديتش الفعل نتذكرك عم جاي نقعد نغلي 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 دخليني نغلي 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 عليك على نورمال اما نسينا مشكلتي مع الاولاد تقعد تغلي اما مع نساء على الاولاد ولا اي عبد يعملها معايا نقعد نغزل عليه ما رديتش الفعل ولا اي اما ولا واحد نقعد نغلي مع الاولاد تقعد تغلي اما مع نساء تضرب ما تقعدش تغلي حتى مع الاولاد حلي حتى مع الاولاد نضرب مشكلتي ما خافش الاولاد البنات في العارك مع الاولاد شنو الامور؟ الحمد لله سالكه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله قلت لي مانيش راني لا كيما نقولوا لك يعني مش ما قلناش هذا قلناش هذا لكنك ما نخافش ما نخافش انا مره واحد يعني تعاركت انا طلعت له الحوت وحدي فهمت قلت لك حاول وانا صغير فهمت باهي باهي ما حتى هذا احنا ما نشجعوش عليه راه ولا انت ولا ولاد حتى شيء عندك جمعه قلت لي ولا عندك ايامات قلت لي رجعت تحكي معاك الطفله هذه رجعت تحكي معايا رجعت تحكي معايا دايركت ما اخذ بعث لها في تليفون امها وقتها هي مع الطفل كيما نقولوا حسبنت عليها ربي خاطر غادرتي تو دانكو كي طلعت روحي عندك ايامات بعثت للطفله على تليفون امها بعثت مساج للطفله حسبي الله ونعم الوكيل يا اخي كلمتك هي طمال دفاعي بعث لها طمال دفاعي مره ذي بعثت هذاك اش حاب نشاركم في الحكايه ذي بعثت خاطر الطفل عرفته مش كامل معها 100% ومش مره بركه بعث لها خنقتها بالمساجات كالعاده ما يطمن لي ان انا بعثت مفرخ قلبي فرح قلبي خاطر موجوع من نقول لها حرام عليك راك غدرتني كي جيت انا معك تو عندي شهرين يا اخي يا اخي طلبت بعث لي مساج قالت لي 10 دقائق بعثت لك ولا طلبتك؟ نجم اوضح لك حاجه ما انا اي نحب نقعدوا شويه في هالعوده هذه قبل العوده بشويه لازمنا نطولوا فيه تليفونك خاطر كان ما نتراوش مانع بيان سور انا ما ريتش مانع وانا اللي نعلق
ميرسي بوكو. انا قبل ما هي تودا كوكي نبدا الثانويه نبدا كي وليت قاتلي قلت الثقه ما راه هي ما نجمش تسمي خدمتها فهمت راحه من الخدمه قلت لها الو وينك شريت العركه من الحيط قالت اش معناها وينك قلت الثقه والثقه هي عباره في المكتوب كي انا ويترخ معاها يعني ديما اللوشه الاخرين انا وعدت ربي وحلفت باش ما عادش نغلط معاها وكيما نقولوا ولات عندها بوان فور عليا على الاخر فهمت ولات يعني مش تكلم سايته وانا نقول نورمال ظلمتها قبل الطفله وسافا نتو داكو خاتش من الخدمه قلت لها وينك قالت لي يا مريش انت قلت الثقه انا باي معاك دور بيع كلام تقريبا 48 ساعه في دو جور قالت انا عرفت شكون باي باي فهمت قعدت نتبع في الموضوع لان تردي سمعت طلعت انا قلت لك كيفاش عرفته وانت معايا وحكيت مع طفل وقابلته انا وهي هي على باز دوب ما قصيتوها مشيت عرفت شكون عرفت ما مزار عرفت شكون بارادادا فهذايا قالوا نقفل كونتاكت فهذايا خليك تنقم ونهار كامل وانت تبعث في حسب الله ونعم الوكيل صحيتك وقابلت عملت لها حاجة خايبة ما تقول له نجم نحكيها شنو عملت؟ حكيت له حكاية قابلت انا وياها وهي حكيت له حاجات حكيت راي بغيرة حاجات عليها هي باش هو يبعد بغيرة باش ما يتعدى انما مش هو يبعد نقمة فيها هي حسيت اني عملتها هذه بار كونتر توا انا اؤمن انه المحب ما نجمش يفرح لسعادة اللي يحبه مع حد غيره انا هذه فكرتي لكن اني نشوه مستحيل هذه ندمت اني ضاعت كيف يجرؤ العقل على انه يعكس القلب ويشوه سمعة اللي يحبه هنا ندمت يا طارق على الاخر ندمت هنا النجم نوليه حب ولا حب تملك نجم ندخلوا بعضنا هنا غرد كيفاش هي كي قابلتها كيفاش تبدلت معاه 100% وفهمت وعطاته من روحها 10% كيما نقولوا غرد وقت نحكي معاها خايفه منه على الاخر ريتها معاه مره من بعيد ريتها معاه المره الوحيده ريتها معاه وقت قابلتها مع بعضها حسيتها مرتاحه معاه حسيتها تغزر على الاخر انا وقتها مشي معاها كي ركبتها معايا في الكهرباء طلعت لها من الخدمه نتاعها ما طلعت لها نهارين ما رقدتش فيها باش نكونوا واضحين كي جيت طالع لها نهارين ما رقدتش قعدت فيهم 3 سوايع في النهارين هذوك ما نهار الاول رقدت فيه ساعه غير ربع ونهار ثانيه كانت ساعتين وشويه فهمت وطلعت لها من خدمتها تسكن بعيد على تونس العاصمه على الاخر طلعت لها من الخدمه وما جبتش ثاني خدمتها فهمت قعدت كل بعيده قال ما وراكي بلي كاميرا ولا فما شكون اللي يخدموا معاها راوني خرجت في كهرباء اخرى من الخدمه نتاعها وبعدت بعد كي مشات قاعدين ثاني قدام الخدمه وهي تخدم في الكاميرا في البي سي اس كي وصلت البوسالم من الاخر قالت لي في بوسالم يجيني الباجا قلت لها لا باش انت لا شي دراهم مشكله كبيره قعدت بعد قلت هالبلاصه ياك هاو شديت روحي ما باش تفهمني اي كمل تونس باجا فهمت عملت كي هبطت لها في نهاية دمعة كي ريتها تنفق فيه تضحك لي خاطر خايفة مني فهمت زدت تغششت على الاخر حاسس اني فايق في وجهها دمعة طلعت لها انا مش طفل قلت لها مش طفل قابلت طفل حاسس اني با ريغلو معاه وحسيت طلع صيح دوما قابلته فهمت خاطر نعرف لي ريكسيون انا عيط ولا حاجه ما نبقى ندافع عليه تحسوا ما عم بالو بها حق راه فهمت محمد علي يحبها كما يحكي ابدا يا خويا تعرف شو معناه ستولكر؟ ستولكر هو ستولكر بالانجلي لا هو اللي يراقب ويتبع المراه اللي يحب عليها وين تمشي وين تجي هل كنت هذا الشخص في وقت ما؟ كي شديتها بفازتها كي شديتها من الاول وليت وين هي انت موجود مش وين هي مش هي فما حاجات عملتها باي فما حاجات كيما اغرب حاجه عملتها كاستولكر وريتني ما عملتها على خاطر سمعت باش حاجات ما عجبونيش قول لي اغرب حاجه عملتها كاستولكر ابلكيشن في التليفون هذيك عارفه تحل كلام تسمع فين وفين اكزاكتومون شنو الابلكيشن في التليفون هذيك اي نتاع الكام نتاع الكام تشوفها وتشوفها وين وين مشيت وين جيت وبالجي بي اس وكل شيء
بيك ستولكر. شكون يدق عليك ستولكر؟ قلت له خليني على راحتي. اه ما خليكش على راحتك، هو مرجني كيما انت مرجتها. عبير قتلك وما تقوم تجاوبش، قتلك شنو هي الابليكاسيون بربي؟ بيان سور ما تجاوبش. ننصحهم مهما كان عمرك ما غلطه كبيره، خاطر مهما كان تسمع حاجات ما عمرهم يعجبوك. اه شنو سمعت بالله وانت حاطط الابليكاسيون هذه؟ اغلب حاجه هي شنو هي اللي قلقك؟ قلت لي انا انا الدومين نتاعي نخدم فيه هذايا، نخدم فيه يعني عندي دي سيت يخدم في بلايص في الليل، يعني كيما نقولوا تنجم تقول بالليل. باهي شنو 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 اكثر حاجه مقلقه سمعتها؟ حاجات زود حاجات، مره متعدين من بلاصه لاونج من قدام تونس، وقدامها قدامه فيلا واحد لاباس عليه على الاخر، لاباس عليه وراجل كبير يعني في اللي كانت كبير على الخارجية سهر على ساعات فهمت نشوفه. قلت له هذا لبست عليه وعامل طفلة صغيرة ما يقول فيها 500 وقتها حكيت كيما كان، قلت له اصرف على كي مشيت تقابل في الكوزينة نتاعها حل وقتها حكيت لي كان، قلت له تعديت قدام البلاصة هذيك وراني عنده كهرباء مش ما نسميوش مش يعرفوه الراجل فهمت، قعدت كرهت يعني كيما نقولوا حاسس بحاجة ما تعدي من البلاصة هذيك قلت الكهرباء ماشي نورمال، كان لقى راجل كيما يصرف عليها. اي انا تغششت، قلت قاتل عرق، قالت نحرس بيه بقى مصرف علي ما عرف بيه. هي سمعتها بالابليكاسيون اللي انت حاطتها؟ اه والمرة كوزينة نتاعها تسلفها، قلت لها قلت لها بلي تحب امو، قلت لها برجلي بيه معايا بيه معايا وكل شيء، قلت لها ما نحبهاش يعني امي عندها حق، شفت كيف ايش اي 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 مال ابليكاسيون هذيا كيما كل فيلم اللي ولا يسمع شي يقولوا الناس في مخاخهم يا اخي مرض تعب صحيت كذلك كامل مره الحاجه غلطه الاولاد كانت تسمع فيها والبنات تسمع تسمع حتى امك ولا ابوك شي يحكي حاجه غلطه راهو خاطر كل واحد عنده الفيتريدي نتاعو نجم يحكي اللي يحب عليه نجم يحكي اللي يحب عليه تقوى في الكومنتريت قالت طارق بعد باش يكلمك واحد ويسالك على الابليكاسيون باش يتبع بها امان انا ما عنديش اكسير تليفون اماني باش نصبها لها كيفك انت اما شلقت بها هي الابليكاسيون شلقت بها شلقت بها شلقت انا حليتها في فيك اشياء حكيت كيما كانت شلقت بها بارازار بارازار كي زاد تليفونها من الصلاح كاشي هي ما تظهرش ما تظهرش هي ما تظهرش من الحيزه تظهر خاطر ماهيش خديشه برشا هيك وعندها يعني بليزيغ ابليكاسيون حبيت في الكليفوس ومش لقيت بها بعد شهر قالوا لك تطلعش فايقه بها اما سمعتك حاجات باش تقتنع وتبعد لا لا العكس وقيم مكبشه فيا مش انا مكبش فيها اليوم احنا فين بالضبط في القصه هذه؟ احنا توا رجعت كان بعد حسب بعد ما قابلت الطفل حكيت معك حكيت ما يتحكيوش تارتيك شغل لك مش تارتيك وراح تارتيك حكيت عنه احنا توا وين بالضبط في القصه هذه؟ رجعتوا بعاد كل واحد في شيره؟ رجعنا ما حكيت معاه حكيت معاه قلت له انا غلطت برشا في حياتي قلت له راك كيما نقولوا ريغولاسيون قلت له انا مع عندي شكون بحق عرفت مديت نعرف في شكون والطفله محلاها على الاخر وجونتي وخدمتها ياسر محلاها كل مش ناقصها حتى شيء قلت له قلت لها صحيح انا نحبك هي البارح كان بحذايا فهمت حكيت لي حاجه وجعتني على الاخر شنو هي؟ وصيت على وصيت حتى تفليت بعد ما قابلت وحكيت له حكايه الخايبين انا وياها وهي او تحكي معها بالتليفون قلت له بوزين نحب نكون راجل معاه قلت له انا غلطت معاها وهي عبد يغلط وهي غدا غلطت كن معها راجل ما كانش معها راجل محمد علي محمد علي اليوم انت تحبها وهي حسب ما قالت لي قبل ما نحبك شويه تحبني شنو كي هي مع الطفل قالت لي ما نحبكش ايه ما نحبك حد تفل وتو ولات تحبني تو قالت لك نحبك سمعتها قالت لي سمعتها فيك انت قلت ما نحبكش قلت لك تفل اما حتى بعد ما لعب بها تفل يعني بعد هالدوره هذه الكل وعنف ومبرح وكذا ومنا ومن غادي وتفل وستولكر هي قالت لك نحبك قلت لك ولات فون توكسيك فهمت خويا هنيئا لك ايش هنيئا انت مش قاعد نرقد الليل كي سمعت باه تبولد عليها رحمة قالت لك مصاب تبعدوا على بعضكم صحيح
هي نتا كونتر راهو حاسم السوق هي نتا كونتر نتا كونتر انه شنو نبعد وهي نتا كونتر حكيت ما تحب ترجع معايا ما تحب تحب نرجع ونعرس فما انا قاعد يدوم كنسى الحكايات اللي حكيتها وما كنتش لاقي معاهم انا مش نعديها لها مش نعديها لها بس هي من الاخر الطريق مش عديها مش نعمل ريكسام ما تعرفش نضرها مش مش شو اللي مش تعديه له كيفاش تفلت بولد عليها اللي قلت له راه تفل باش تبولد عليك خايب عليك هي هي وكبش معناها محمد علي انت بعد هذاك الكل توا مازلت انت ديجا مخطئ في برشا حاجات مازلت تحب ترجع وتنتقم وتصلح ليه مش انتقم ليه مش انتقم مش عليه بس نحكي تحكي تمي كي جينيريك قاعد يتعاود لي في مخي انا مثلا نحكي معاك توا شكون غلطت اكثر فيك توا شكون غلطت اكثر فيكم طيله هالفتره هذه الكل انت ولا هي هي ام انت زاد اخطات هي اخطات انا قلت يزي يزي محمد علي اكهو نوقف فات قاعد نحاول قاعد نحاول يحز في نفسي اني اقول الشخص في مخه انه يحب شخص اخر ونقول له يزي وبعد اما قاعد نقول لك يزي على خاطر بدا ينتابني شعور انها ما هيش حب حياتك ما هيش حب حياتك انا حب حياتي تعديت على حياتي صحيح اخطأ تعذب بشر تعذب بشر قاعد مع دموعك وبريسك اسمع راني انا وضعيف على الاخر انا راني لا الومن عاشقا او محبا او بتيتر بون الومن كان تطلع محبا للتملك لكن الاخطاء عملنا لكلنا اخطاء ومن اخطائك راني عامل برش من اخطائك راني عامل برش اما كان ديما في اخطائي كان ديما السعي انه اخطائي حتى كانت كشفت حتى كان تهور انت ذولي عامل برشا منه فما تهور وكي تكشف يولي خطا انت فما برشا تهورات ما سمع بهم حد دونك مدفونين كل ما تكتشف الأخطاء كان ديما الهدف متاعي إن هي ما تضرش إنه حد ما يقول عليها حاجة إنه كان فما حاجة تجي فيين على خاطر نحبها فريمون هذاك اللي متفيح فريمون نحبها ما حبيتش نتملكها نحبها ليانا خاطر نحبها ذاك هو لا أسعد وقت اللي نسمع كانها في شيرة أخرى خاطر نحبها لكن انت يزي الى ان ياتي ما يخالف ذلك هو المعمول به اسمعني ما يخالف ذلك ارتحنا فتره طويله يا اخويا شعرنا بالاشتياق الثنائي ومنا ومنا وكذا ما نعرفش بعد لكل حادث حديث اما توا ستاند باي هو المعمول به انت محمد علي ستاند باي توا طويله حتى مش عليها هي بركة حتى على غيرها على خاطر اللي بعدها هي كبش فداء زعما اي واللي بعد بعدها كبش فداء اما باش تحبك من طرف واحد وانت ماكش باش تحبها اما انت باش تفرغ فيها كل غل الكل ويمكن تكون معاها طيبة اما ما تحبهاش تعلقها بيك وبعد تمشي على خاطر انت مازلت ما نعرفش يا ما حبيس الحب يا ما حبيس القصة هاني قلت لك انت بلاش بيها ديجا لازمك راح ما لازمكش تقابل هذه قهوة كل يوم مع طفلة جديدة انت توا لا ماكش حاضر صحيت وا جي با انفي جي با انفي راح جي با انفي جمله راح على خاطر انت قلبك ولا حياتك مسكرة اما اللي باش تقابلهم حياتهم قلوبهم محلولة فانت في غناء توا على انك توحل مرة اخرى والاهم هي لازمها ترتاح زاد نحن نسأل سؤال مثال شو تفضل تحسها هي حتى رجوحها يعني انت مصلحة حقت تحب تعرسك هو هي من نجمش نحكم هي من نجمش نحكم خاطر انت تروي عنها نسمعها نقولك اما رجوعك انت هو المهم انت معايا رجوعك انت ماكش على خاطر تحبها اونفان يا ربي اللي نحبها رجعت اونفان الحلمة تحقت اونفان
الأمنية صارت أونفان اللي نحبها ومشيت وفي بالي شدت ثنية مع حد آخر رجعت لي أنا تي ناعي من أنت شنو هالنعمة يا ربي تي أنا غلطت وضربت وأذنبت وتبعت وعملت كام وستلكر وابليكاسيون وباجة وكراهب ولا وعلم من التاكسيات طلعت فيهم وانت تراقب من بعيد ولا وعلم صاحبك اي ولا وعلم صاحبك عنده ولا وعلم صاحبك عنده موتور ركبت معاه باش تتبعها ولا وعلم راك في قهوه راكش من بعيد وهي قاعده مع حد وهذا الكل يا ربي عاودت مديته لي بين يديا باش نعيشوا مع بعضنا مانيش نراها في الصوره هذه فعلى ذاك يزي واضح شكرا لك محمد علي مرسي بوكو ربي فضلك وانك تشوف اخصائي نفسي بالنسبه ليا ماهوش غلطه ماهوش غلطه هما انا مش با كونتر قلت لك مش با كونتر جمله انت خايف من الدواء انا ما نفرقش بينهم بسيكولوج والبسيكياتر فيهم واحد ما يعطيش الدواء فقط حصص معالجه نفسيه فما واحد ما يعطيش الدواء البسيكولوج ما يعطيش الدواء محمد علي نجم تمشي كان تحب على حد باهي ابعث لي على الانستغرام تو انا بعثك اللي مشيت لها باهي اوكي ميرسي بوكو شكرا لك محمد علي شكرا لكل الناس اللي دخلوا معنا في كلام القلب نعتذر كثيرا من الناس اللي طلبونا خاطر محمد علي تقريبا معنا من 10-21 دقيقه نحكيوا على نص ساعه حتى البيب ما خرجناهاش يذولي قصه وكلام القلب بريتو قصص حتى نعتبر منها وقصه كيما هذه لازمها تطول باش نعتبر منها هو غلط وصرح بدا يفكر في انه يزيد الغلط لكن قد يكون ربي بعثنا سخرنا احنا من عباده حتى نرشدوه الى انهاء الحكايه ثاني قلت لكم ماريتش الفازه اللي كنت نعملكم فيها كالرجعه متاع الجو ذاك الكل شكرا لكل الناس اللي اثثونا كلام القلب من بدايه الموسم حتى التوا كلام القلب لم ينتهي لكنه سيرتاح في رمضان يعود بعد رمضان وعدي لكم اول خميس بعد رمضان باش نكملوا فيه حكايه اماني وباش نشوفوا هل فيها تفاصيل تشبه لحكايه محمد علي ولا اون توكا ما فيهاش اخطاء متعمده كما عمل محمد علي احيانا شكرا لكم كل الناس ملكة دخول يا طارق انا جين لي افام هادين مرحبا بكم الناس كل نهار الاثنين اون برينسيب هو اول ايام رمضان نبداو في برنامج كلام رمضان الانترفيو بدايه من 10 متاع الليل حوار مع زود الضيوف في كل حلقه ثم بعد حواري اليوم الاسئله تكون منكم انتوما للضيف تكلموا راه مش اسئله بار ميساجات تكلموا انتوما وتتدخلوا نتقابلوا نهار الاثنين الحناشيون ما تخليونيش وحدي في كلام رمضان الانترفيو كل الشكر لكل فريق امير في الاخراج وام في الاف ام تي في ملك في الاعداد ياسمين في الاف ام تي في ملتقانا نهار الاثنين رمضانكم مبارك كل التحيه لكم ربي ينصر اخواتنا في فلسطين ربي يرحم الشهداء ويشفي الجرحى الى اللقاء تصبحون على خير